ما شاء الله هو موضوع حساس وموضوع شعبي الشعوذة في واجتماعي. المغرب. أكيد الشعوذة في المغرب كاينة وحضرة، يعني بحال كيتواجد فيه السحر منذ قدم الزمن. إذا الناس ديال المغرب هذا والسحر الأسود. إذا مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين الأفاضل، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكل متتبع جديد وكل متتبعة جديدة. إذا اليوم إن شاء الله جينا باش نتكلموا في واحد الموضوع اللي هو موضوع في الحقيقة كيف ما تنقولوا هو موضوع كيشمل جميع المغاربة. إذا الموضوع ديالنا ديال اليوم إن شاء الله هو الموضوع ديال الإجرام في المغرب. إذا الكلمة ديال الإجرام هي كلمة مصطنعة 100%، والدليل على ذلك أن الإنسان فاش كيتزاد لهاد الدنيا كيتزاد بواحد الصورة أو لا بواحد الصفحة اللي هي بيضاء نقية، ما كتعرفش شكون هو الإجرام، ما كتعرفش شكون هو يعني العداوة أو لا الانتقام. يعني أنواع ديال الإجرام كيف ما كتعرفوا، هناك جرائم سياسية، جرائم اجتماعية، جرائم شخصية. إذا الإجرام في المغرب هو بدأ كينتشر يعني في هذه الأواخر من خلال الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. إذا الإجرام في المغرب الإخوان هو كيعرف يعني مجموعة ديال الأشكال، مجموعة ديال الأنواع ديال الإجرام، جرائم اجتماعية وجرائم جنسية. كيف ما كتلاحظوا في الآونة الأخيرة أن الناس بدأوا كيموتوا، يعني الأطفال، الصغار، الشباب، الرجال، الآباء، الأبناء كيموتوا بواحد الطريقة اللي هي يعني ما كيرضى بها لا الله ولا عبده. السبب في هذا الشيء هذا هو انه مجموعه ديال الاسباب اللي كيخليو الانسان انه يلجا للاجرام. اذا اللي كيخليو الانسان انه يرتكب الجريمه او لا، باش انه يعني تخلق عنده واحد الروح اللي هي شريره، واحد الروح اللي كتمثل بالغريزه او الانتقام. اذا من الاسباب اللي كتخلي الانسان انه يلجا للجريمه البيئه الفاسده، تعاطي المسكرات والمخدرات، البطاله والظروف الاقتصادية الصعبة، الفساد الاجتماعي، الفساد السياسي، الانحراف عن الطريق، عدم وجود توعية شاملة. خصنا نوقفوا في واحد النقطة اللي هي أساسية وضرورية، ألا وهو الضمير ديال الإنسان. فلما الإنسان يعني تيكون في واحد الحالة ديال ارتكاب الجريمة، فهنا كيوقف عليه الضمير دياله. وأيضا الضعف الشخصي هو اللي كيخلي الإنسان أنه يرتكب الجريمة، هو أن الإنسان لما كيوقع في واحد المشكل أو باش أنه يوفر واحد القسط من المال. يعني هادو هما الأسباب اللي كيخليو الإنسان أنه يرتكب الجرائم. كيفاش أننا تنقولوا أن المغرب هو بلد السلم والسلام ولكن ما كنلاحظوش هادشي بالأم ديال الأعين ديالنا؟ إلا كنشوفوا أن الجريمة مازال يعني كتنتشر في المغرب، يعني اي واحد سافر لشي مدينه الا بدا ما غادي يتعرض لواحد الحاجه، وبدا ما غادي يتعرض لواحد النوع ديال الاجرام، اما غادي ترتكب عليه يعني الكريساج كيف ما تنقولوا وهي السرقه، او لا غادي يتعرض للضرب. ايضا كاين واحد النوع ديال الجريمه ما كتحس براسك، يوقف عليك شي واحد يعني تيبغي يهز لك داكشي اللي كاين عندك، ربما غادي يقتلك، الى يعني وصلت الحاله انه يقتلك راه غادي يقتلك. يعني كيف ما كتلاحظوا في هذا الشيء انه الجريمه في المغرب او القتل ولا كيعرف واحد الشكل اللي هو يعني هزلي، يعني ولا الروح دايره بحال شي حاجه اللي هي رخيصه بزاف. يعني كنسمعوا الموتى، يعني كنسمعوا بزاف ديال الناس كتموت في المغرب، والسبب ما عرفناش شكون هو السبب يعني اللي خلى يعني هاد الناس انهم تيرتكبوا هادشي، ولا يعني ما عرفناش السبب علاش اصلا هاد الناس كيموتوا. يعني درنا واحد الالتفاتة صغيرة لهاد الموضوع ديال الإجرام في المغرب، وكنتمنى انها تكون وصلتكم الفكره، يعني شنو كنتمناو، وكنتمناو هذا الشيء ديال الاجرام انه ينقص في المغرب، وكنتمناو اننا نديرو يد في يد باش اننا نقضيو على هذا الاجرام هذا. وفي الحقيقه بغينا حتى حنا بلادنا انها تكون يعني سعيده، وتكون ما كتعرفش اي نوع ديال الاجرام. وتبارك الله عليكم الاخوان وتحياتي لكم،
واللي مازال ما مشتركش معنا في القناة يشترك باش أننا نزعمو باش نديرو الجديد إن شاء الله. وما تنسوناش بوضع التعليقات ديالكم ولي جيم، وصبرك الله عليكم والله يعاونكم.